شو عم تكتب؟ ها؟ شو عم تكتب؟ هي عم بكتب رواية. عفوا بتكتبوا تطلبوا شيء ثاني استاذ؟ بلا هلا بعد شوي. اوكي. طيب. خلص اوكي. سوري ما قلت لي انت شو عم تقرا؟ ها؟ شو عم تقرا؟ عم بقرا رواية. اها. طيب عن شو عم تكتب؟ يا سيدي سؤال مهم وبمحله تماما. عم بكتب عن الوضع الراهن، عن الظروف التي تعصف بالمنطقة مع شوية إسقاطات، يعني عكيف كيفك. وانت عن شو عم تقرأ؟ رواية حلوة كتير، كمان بتحس فيها كأنها عم تحكي عن الواقع اللي عم نعيشه. عم فكر هلأ لما خلص هاي الرواية أعطيك إياها وتقراها وتعطيني رأيك فيها، لأنه رأيك بهمني كتير. أكيد بتمنى هذا الشيء، وبتمنى كمان أنه أنت تقرأ هاي الرواية مشان نقعد ونتناقش فيها. بشرفني جدا. هات أتحفنا أعطينا رأيك، طمني. إن شاء الله قريت الرواية. قريتها وعجبتني كتير، رغم اني بخالفك بالرأي. حقك. وانت قريت الرواية اللي أرتك اياها؟ طبعا قريتها، مو بس قريتها، فصفصتها وعجبتني. مو انه ما عجبتني، عجبتني رغم اختلافي الشديد مع الكاتب بالرأي. حقك. على فكرة انا تقصدت غيرك هاي الرواية مشان تقراها، لانه حسيت انه بطل الرواية كتير بيشبه. يا سيدي وأنا تقصدت أعطيك هاي الرواية لحتى إذا دورت ما بين السطور ما وراء الكلمات تلاقي حالك وتشوف إنه أنا عم بكتب عنك. تعرف يمكن كل واحد منا بيشوف الآخر من زاوية مختلفة، بس أكيد اختلافنا بالرأي هو من أهم الأسباب لاستمرار صداقتنا لحد هلا. No comment. بيت. لا والله لا والله ما بتبدع عليك. شوفي ما في